موتور شو بيتابع، وموتور شو اكيد بيتنقل من محرك لمحرك ومن اجواء لاجواء. تعالوا نشوف هالتقرير. C5 Aircross هو من أحدث سيارات SUV من إنتاج سيتروين، وبيتميز بحضوره القوي على الطريق بفضل قياساته الكبيرة نسبياً ونتيجة الخطوط العصرية والأشكال الديناميكية، خاصة على مستوى فتحة الهواء. وبيتمتع هالكروس أوفر بمقصورة واسعة وكتير عملانية، تمتد على قاعدة إطارات بيبلغ طولها 2.73 سنتيمتر. والأهم أنه بيستفيد من مجموعة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة تكنولوجياً، ويلي بتعزز قدرات العبور ومستويات السلامة. وفينا نقول أنه سيتروين C5 Aircross مستوحى من C4 كابتوس، يلي قدمته الشركة الفرنسية سنة 2014 لتعزز حضورها بفئة كروس أوفر، مع العلم أنه صار حالياً متوفر بنسخة مجددة. وهو بيمثل كمان امتداد لـ Aircross Concept يلي تقدم سنة 2015، مع الإشارة أنه كلمة Aircross تستخدم من قبل سيتروين للإشارة لسيارات SUV، حتى أنه C3 الجديد بيندرج ضمن الطرازات يلي تعتبر ملهمة لـ C5 Aircross. التصميم الخارجي عصري، وبيتمتع بهيبة وبجاذبية أكبر مقارنة بباقي سيارات كروس أوفر من إنتاج سيتروين، والمقصورة واسعة وفخمة مع لوحة قيادة رقمية وتجهيزات راحة وترفيه متعددة. وبتبلغ سعة الصندوق الخلفي 580 لتر، مع العلم أنه C5 Aircross بيستفيد من نظام فتح أوتوماتيكي لباب صندوق التحميل، بيشتغل بمجرد تحريك المستخدم قدمه تحت جهاز الاستشعار، بشرط يكون المفتاح الرقمي معه. ومن ضمن التجهيزات المتطورة نظام تثبيت متأقلم للسرعة، بخفف وبيرفع السرعة بشكل أوتوماتيكي بحسب حركة السيارة الأمامية، مع إمكان التوقف كلياً في حال توقف حركة السير. وبيبرز كمان نظام التحكم بتماسك الإطارات بالطريق على المسارات الصعبة أو المسببة للانزلاق، بشكل بيرفع ثقة السائق خلف المقود. وبفضل نظام السسبنشن الهيدروليكي التصاعدي، بيتم امتصاص تموجات الطريق بشكل سلس، وبالتالي الحفاظ على توازن ممتاز لجسم الـSUV. وبيتحرك كل إطار بشكل مستقل للتعامل بالشكل المناسب مع الحفر أو المطبات أو مع أي تموج غير طبيعي على الطريق، وبتنضغط مكونات السسبنشن لامتصاص أي اهتزاز محتمل. وهالشي بيخلي حركة C5 Aircross تكون كتير رشيقة وناعمة، وكأنه هالـSUV مزود بمخدات، وهو بيعزل المقصورة عن كل المؤثرات الخارجية الناتجة عن عبور مسارات وعرة، وبيعزز بالتالي شعور الراحة للركاب. حتى أنه في حال وضع أي حمولة على السقف بتحافظ على ثباتها وما بتوقع عنه، نتيجة ثبات جسم C5 Aircross. ومن خلال نظام رؤية شاملة بنسبة 360 درجة، بإمكان السائق تجنب الاصطدامات عبر اكتشاف كل العراقيل المحيطة بـ C5 Aircross وعرضها على شاشة مخصصة لهالشي. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.